تعبر عنك. كل الستات أملها في الحياة إنها تبقى ملكة جمال، قمر ماشي على الأرض، بمعنى تاني تبقى ما فيهاش غلطة. فتلاقي الست بقى واقفة قدام المراية بتقول: قمر يا أخواتي قمر، مش محتاجة أي تجميل، مفيش أحلى من الطبيعي. أنا بس يا دوب أصغر مناخيري شوية، أنفخ شفايفي حبتين، أشد وشي، أعمل تكتوب حواجبي، وممكن أركب إكستنشن لشعري. لا يا شيخة، طب مش عايزة كمان أركب لك جناحات عشان تطيري؟ مفهوم عمليات تجميل عند الستات عجيب جدا، مش عارف جابوه منين. عشان تعرفوا الصح خليكم معانا. أهلا بكم. بلا شك الستات من حقهم يعملوا عمليات تجميل، ومش من حقهم بس، لو هم فعلا مقتنعين وحاسين وشايفين وفعلا العلم بيقول والطب متوافق مع آرائهم لازم يعملوا. التوقعات ده شيء دايما هو المحور الأساسي، الاكسبكتيشن يعني، في ما بين المريض وما بين الدكتور. لكن تعالى احكي لكم قصة جميلة جدا ومثيرة للغاية وليها معنى مهم قوي. قصة أم أرادت أن تشبه بنتها، تمسكت بالشباب بشكل كبير جدا، وهي طبعا قصة جانيت هوركس. جانيت هوركس عملت عمليات تجميل عشان تظل تشبه بنتها وتظل دائما محتفظة بشبابها. الحقيقة هي محاولة جيدة جدا من أم عايزة تحتفظ بجمالها رغم أنها تعدت 50 يعني، وأجرت عدد كبير جدا، وبنتها عندها 37 سنة، والاثنين بيظهروا مع بعض، من الصعب تفرق فين الأم وفين البنت. صورة مش باين فيه مين منهم الأم ومين البنت، مش باين مين الكبيرة ومين الصغيرة دي بالذات يعني، يمكن الصور اللي فاتت يمكن باينة شوية. الأم هنا هل يعني برضو قضية مهمة نفكر فيها شوية، هل من حقها إنها تحتفظ بشبابها الفترة الطويلة؟ طبعا ده من حقها. وهل ده شيء محبب؟ واضح جدا الاثنين حابين كده، يعني البنت حابة جدا إن مامتها تبان صغيرة. بل هنا في الصورة دي أنا مش قادر أميز فين الأم وبين البنت فعلا. أنا بتهيألي إن الأم هي اللي على إيدك الشمال اللي شايلة الكلب، اللي باينة هي شايلة الكلب، وهي باينة أجمل من بنتها، من الشفايف أكثر أنوسة وإلى آخره، وباين طبعا إن عمليات التجميل كلها اللي عملتها ناجحة جدا. عملت أنفقت مبلغ كبير الحقيقة، $60,000 على عمليات التجميل، وده مبلغ في أمريكا يعني مبلغ ضخم جدا، $60,000. هل من حق الست إنها يكون عندها هذا التطلب؟ أنا في رأيي لكن إمتى نقول التوقعات تسلك أنهي مسلك؟ إمتى تبدأ تلجأ إلى عملية التجميل؟ التوقيت مهم جدا، والاختيار لمن تلجأ لعملية التجميل. ده حوارنا مع ضيف العزيز، القيمة العلمية الكبيرة والاسم الرائع في هذا المجال، هو طبعا ضيف العزيز الأستاذ دكتور حاتم الصحار. في دهون ما تحت الجلد، والجلد نفسه في دهون. الرضا في ميزة أنا بشفط كمية دهون كبيرة جدا، أنا بشفط 30 لتر ومن فتحة واحدة الجسم كله. مفيش حاجة اسمها أشفط الجسم كله. كلمة عملية لا تقام في العيادة. العملية بسهولة جدا، احنا نحافظ على الصدر بدون أي جروح، بتروح نفس اليوم. حقن الدهون ده اختراع بيصغر 15 ل 20 سنة. الأستاذ الدكتور حاتم الصحار، أستاذ واستشاري جراحات التجميل بكلية الطب جامعة القاهرة، زميل كلية الجراحين الملكية بإنجلترا، عضو الجمعية الأمريكية للتجميل والحروق، عضو الجمعية المصرية لجراحات التجميل. طبعا القيمة العلمية الكبيرة والاسم المتميز وحضور طاغي وخاص جدا، وأهلا بك يا دكتور حاتم. أهلا بك يا دكتور. الحقيقة أنا عايز أبدأ الأول في الـ 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 عن الثدي. الثدي هسألك ثلاث أسئلة. متى تبدأ المرأة في التعامل مع ثديها؟ هل مراحل عمرية مبكرة ولا بعد حمل وولادة ولا بعد آخر حمل وولادة؟ إمتى بالضبط؟ ولمن تلجأ المرأة للتعامل مع ثديها؟ وما هي التوقعات التي ربما تفكر فيها المرأة وهي تفكر في التعامل مع مشاكل ثديها؟ ثلاث أسئلة. ثلاث أسئلة، واحدة واحدة بس. احنا بنتكلم زي ما اتفقنا على منطقة
تعتبر اكتر منطقه حساسه عند المراه. يعني ده الكيرف الاساسي اللي في وش المراه. يعني ايه؟ تبص المراه من وشها، الكيرف الاساسي اللي بيبان قدامك الثدي بيأثر على كرامتها، بيأثر على كرامتها وبيسبب طلقات. اه طبعا. كويس. وطلقات من ناحيه الزوجه مش من ناحيه الزوج، يعني مش الزوج هو اللي بيطلب. انا شفت حالات عندها تأثر نفسي لدرجه ان مره سمعت جمله ان حد عندها مشاكل في الثدي، قالت لي انا مش ما ينفعش اتجوز دلوقتي، ما فيش انا ما ينفعش اكون زوجه. التعبير ده كان قاسي جدا. لا ما ينفعش يتجوز زوجه، لو بقت زوجه بتطلق مش عشان الزوج طالب، بتطلق عشان هي حاسه بالنقص قدام زوجها. بالظبط. اوكي. طيب انا امتى اعرف ان انا محتاج عمليه؟ اولا انا اعرف ايه المشكله اللي عندي. مشاكل الثدي ثلاثه، رقم واحد صغر حجم الثدي او كبر حجم الثدي، ادي اتنين عكس بعض. والحاجه اللي في النص ترهل الثدي. الترهل ده معاه لما كبر حجم، لما ترهل معاه صغر حجم. اوكي، يبقى دي التلات مشاكل اللي عندي. طب ابتدي اشوف المشاكل دي امتى؟ ابتدي اشوف المشاكل دي من بعد سن البلوغ. يعني البلوغ بتعمل امتى؟ بقى بيبتدي البلوغ عندهم من سن 12 سنه، بيوصل ل 16 18 سنه، بتبقى فول فيميل من 16 18 سنه. بشوف ايه عندي بالظبط؟ بشوف تلات حاجات: بداية الثدي، حجم الثدي، وضع الحلمة. بداية الثدي، حجم الثدي، كويس، وضع الحلمة. أنا مش هتكلم على مقاييس طبية، لا مش هجيب المازورة. يعني المازورة دي بتاعتنا احنا، بتاعت احنا الدكاترة التجميل، بمعنى مازورة ومعنى قلمة ومكر. إنما هنتكلم على الصورة فيها بؤس. لا هي ربنا يوفقها بقى، يعني فيها بؤس، فيها حزن. يعني هي البنت بتبقى أساسا حكاية الثدي دي واخدة دماغها كلها. بالظبط، لان هي دي الحاجه الوحيده خصوصا كبنات صغيره. ان هي يعني فعلا بس بؤس بتاعها كويس مش وحش. بس بؤس طبعا بؤس لذيذ يعني. جميله البؤس. كويس. فانت تعملي ايه؟ اول حاجه بدايه الثدي بتاعك من فين؟ اربع صوابع اللي هم الاربعه دول ما فيهمش صباع كبير، تحت علم الرقوع، وده المفروض يبقى بدايه الثدي بتاعك. كويس. وضع الحلمه، اقفي وشوفي وضع الحلمه فين. المفروض الحلمه في نص الدراع، من الكوع للكتف. على فكره وضع الحلمه ده ثابت بالنسبه للرجاله وبالنسبه للسيدات. اوكي، انا مش بتكلم على المقاييس الطبيه بتاعتنا احنا. حجم الثدي، المفروض تحطي الحلمه في نص ايدك وترجعي ايدك لورا وانت قاعده او وانت واقفه. المفروض صوابعك وانت فاخداها ما توصلش للجلد بتاعك. كويس. وبيبقاش برضه حاجه كبيره قوي اصلا، بيبقى المفروض فرق بينهم سنتي او 2 سنتي قبل ما توصل للجلد. دي المقاسات الطبيعيه. ليه بقول المقاسات الطبيعيه دي؟ ان تختلف من ايه؟ من والله برافو هم جابوا الصور دي، ادي الاربع صوابع من فوق وهي سانده الثدي. الثدي لازم عشان وعلى فكره سانده الثدي مهم جدا، تحط ايدك كده وشايف الثدي بادي صح ولا غلط. اوكي، وتشوف الصدر بادي من فوق من بس هي حاطه صدرها تحت دلوقتي، وتشوف مكان الحلمه موجود في نص الدراع او مش موجود في نص الدراع. الكلام ده مهم جدا عشان تعرف انت مشكلتك فين. من بعد سن البلوغ غالبا المشكله الاولانيه اللي بتقابل الكثير من الناس او المشكله الحساسه صغر حجم الثدي. ليه قلت الصغر قبل ما اتكلم عن الكبر؟ الصغر بيقلل جدا من ثقه المراه بنفسها. يعني ايه ثقه المراه؟ هي حاسه ان هي ما فيهاش ملامح الانوثه يعني اللي زي اخواتها البنات او زي اصحابها البنات او زي البنات اللي موجودين. فهي دي تبقى اول مشكله، ومشكله نفسيه يعني قويه جدا. كويس. نيجي بقى على المعتقدات الموجوده. مسيه ويكبر ان شاء الله. يا بنتي بس المراهم والكلام ده كله استخدمي المراهم. وانا كتير قوي بيقول لي حاجه موضوعية ايه يا ابني؟ يعني موضوعية كريم موضوعية والكلام ده كله. المشكله في الناس. ما هو بقى هنا انا بقى المشكله في المشكله في الناس. الناس خايفه من علامات الثدي. خلي بالك الكلمه دي، كلام بيقول لك ده بيحصل فعلا. خايفه من العلامه، خايفه ابقى فيك. يعني ايه فيك؟ يعني انا مش انا. بس ده اعتقاد موجود كبير. فيك ده كبير جدا. لا فيك يعني ايه فيك يا بنتي؟ انا بسالك يعني ايه فيك؟ لا تقول لك انا مش انا، ما هو ده مش صدري. انا حاسس ان بضحك على الناس. طيب يعني ده ذنبه ايه ان نضحك عليه؟ طب انت سالت على فكره، سالت واحده سؤال مهم جدا، ليه بتحطي ميك اب؟ ليه بتعملي شعرك؟ ليه بتلبسي كويس؟ مش ده فيك؟ هو لما اظهر بصوره كويسه يبقى ده اسمه فيك؟ ما تمشيش ورا معتقدات هي اصلا مش موجوده. طيب هكبر الصدر ازاي؟
الفتحه لما حواليها الحلمه ساعات بنعملها من تحت البطن عشان ما تسيبش العظم من تحت الصدر. جميع هذه الفتحات بتبانش. يا دكتور الفتحه تحت الصدر يا ست الكل مش هتبان. مفيش حد هيجي من تحت كده ويمسك البتاع ويبص فوق يقول لك الجرح بتاعك اهو 5 سم لونه احمر مش عارف ايه. ما بيبانش يا جماعه. طيب هنحط ايه؟ السيليكون او دهون. المشكله الاتيه ان اغلبيه الناس اللي هي صدرها صغير بيبقى الدهون عندها قليله. دي اماكن وضع اللي هو اما من حوالين الحلمه اما من تحت اما من تحت الابط. استخدم اي واحده من دول حسب الحاله اللي قدامي. مفيش حد يجي يقول لي والنبي الفتحه اللي تحت، والنبي عاوز فتحه من تحت الباط، والنبي فتحه من تحت الباط بس ما زدتش. لا مفيش حاجه اسمها كده. في حاجه اسمها كل حاله قائمه بذاتها. احنا بني ادمين مش عربيات، مش موديل بنصلحه. كل واحده وليها وضع معين، وضع تشريح معين، هذه الفتحه انسب ليها وتسيب اقل علامه ممكنه. اوكي؟ من ده العمليه بسيطه جدا، بنحقن. بناخد السيكون ده كان زمان في اللي بيتحقن ومش عارف ايه، دلوقتي خلاص ما هو جاي جاهز بمقاسات معينه باشكال معينه. في اشكال كتير قوي للسيليكون، في الجراوند اللي هو مدور، في حاجه اسمها الاناتوميكال اللي هو على شكل الشكل الطبيعي للثدي. فتحه صغيره اهو تحت الثدي بحطه فين؟ في كذا مكان بتحط فيه، لما تحت الثدي لما تحت العضله لما بين الاثنين. احسن مكان ليه اللي تحت الثدي. اوكي؟ برضه شوف انا كل الكلام ده قلتش جوه الصدر، انا قلت دايما تحت الصدر لما تحت العضله. ليه ما قلتش تحت الصدر؟ انا ماليش دعوه بالصدر. هترضعي طبيعي، الاحساس في الحلم ده شيء مهم طبيعي، شكلك طبيعي، شكلك طبيعي. يعني مش هحسه يا جماعه. تحسي ايه في ايه؟ الناس الشركات دي مش بتهجك، الشركات دي دافعه ملايين عشان تعمل البتاع ده. انا يعني شركه اشهر شركه حاطه في الكروت انت عارف، انا مش بتكلم عن ده اللي بيتحط تحت الثدي ده في الموبايلات. انت عارف انا بس قبل ما انا اسف لقطع قطعتك، انت عارف احدى اعلانات النصب، احدى اعلانات النصب كانت بتعلن لي حاجه كده الشفاط الثدي، وحط صوت حط صوت السيليكون. انا نفسي اتهم، عارف اللي هو بيقول لك على راي، كان زمان الجمله الجميله بتاعت الزعيم العظيم السادات، انا عايز احاكمهم بتهمه الغباء السياسي. انا عايز احاكم دول بتهمه الجهل والغباء في اللغه، اللي هم مش عارفين انجليزي. ما هو كلام بالانجليزي. الصوره دي وريني الصوره، انا نفسي اشوف الصوره بالظبط. هي دي هي دي حاطين صوره السيليكون، يقول لك ايه اصله كبر اهو، كان هو مش فاهمين ان دي صوره السيليكون، صوره الحشوه بالظبط. يخرب بيتهم ويقول لك بيجبر بالجهاز ده، حتى جهل وصل لمرحلتهم جايبين صوره للسيليكون وحاطينه على انه هو ده صوره الجهاز. ومكتوب عليه بالانجليزي سهم كده امبلانت. طب ماشي اوكي، وناس بتشيل الجهاز برضه. ماشي، ما هو الناس الناس برضه امبلانت. العمليه دي بالظبط ساعه. ساعه فروم اي تو زي، يعني من الف لياء، بتروح نفس اليوم. السيليكون بقى ده احطه ايه وشكله ايه، احسه مش احسه، الكلام ده كله. انا بس ليا معلومه مهمه جدا، الشركات اللي بتعمل الحاجات دي هم شركتين كبار في العالم، هم انضف شركتين، زي نوعين من الموبايلات كده اشهر اتنين في العالم موجودين دلوقتي. انت اهم حاجه في ضمان اي موبايل العلبه بتاعته، صح؟ بيقول لك حافظ على العلبه بتاعت اللي فيها الضمان. انت بتاخد العلبه عليها سيريال نمبر بتاع كل ناحيه، وجواها كارت فيه ضمان مدى الحياه، ان لو حصل فيه حاجه تاخد 1.5 مليون. انت عارف مليون ونص يورو؟ يعني انت ماشي. ولم نسمع على فكره ان في حد خد 1.5 مليون. لا مش حصلتش، ما سمعناش. اصل احنا مش هنهرجك. لا اصل الحكايه دي مثلا كانت هتملى العالم، يعني كانت هتبقى فضيحه بقى، والناس كانت هتتوقع. اصل الناس دي واثقه من نفسها. بيبقى حاجه اسمها هاي تك. اصل هو كويس في جل، هو كويس في جل. مش هيفرقع لما يطلع الطبيعة، مش هيفرقع لما تخبط، مش هيفرقع. هيبقى شكله يطلع من هنا ويطلع من هنا، يطلع من هنا هو حضرتك كيس مفتوح، كيس فاضي. ايه اللي قالت لي اصل خايف يطلع من هنا ويطلع من هنا؟ يلف في جوانب الجسم، ياخد ساعات بيبقى ازهق من الصدر، يلف في الجسم كله وبعدين يرجع الصدر تاني. كان بيصيف حته تانيه، والله سمعت الكلام ده، والله العظيم سمعت. قلت له هيصيف يعني؟ الله اسمعي، يقول لك هيسد التنفس. هيسد التنفس. تيجي ست تقول لي انا مش عاوز احط سيليكون، انا عاوز احط، خايفه ابقى فيك. فيك يعني ايه فيك؟ يعني انا مش انا. بس ده اعتقاد. اعتقاد موجود جدا. كبير. فيك. ده كبير جدا. لا فيك، يعني ايه فيك يا بنتي؟ انا بسالك يعني ايه فيك؟ لا تقول لك انا مش انا، ما هو ده مش صدري. ده مش صدري، انا حاسس اني بضحك على الناس. طيب يعني ده ذنبه ايه ان نضحك عليه؟ طب انت سالت على فكره، سالت واحده سؤال مهم جدا، ليه بتحطي ميك اب؟ ليه بتعملي شعرك؟ ليه بتلبسي كويس؟ مش ده فيك؟ هو لما اظهر بصوره كويسه يبقى ده اسمه فيك؟ ما تمشيش ورا معتقدات هي اصلا مش موجوده. طيب هكبر الصدر ازاي؟
الفتحه لما حواليها الحلمه سابنا من تحت البطن عشان ما تسيبش قلب من تحت الصدر. جميع هذه الفتحات بتبانش. يا دكتور الفتحه تحت الصدر يا ست الكل مش هتبان. ما فيش حد هيجي من تحت كده ويمسك البتاع ويبص فوق يقول لك الجرح بتاعك اهو 5 سم لونه احمر مش عارف ايه. ما بيبانش يا جماعه. طيب هنحط ايه؟ السيليكون او دهون. المشكله الاتيه ان اغلبيه الناس اللي هي صدرها صغير بيبقى الدهون عندها قليله. دي اماكن وضع اللي هو اما من حوالين الحلمه اما من تحت اما من تحت الابط. استخدم اي واحده من دول حسب الحاله اللي قدامي. مفيش حد يجي يقول لي والنبي الفتحه اللي تحت والنبي عايز فتحه من تحت الباط والنبي فتحه من تحت الباط بس ما زدتش. لا مفيش حاجه اسمها كده. في حاجه اسمها كل حاله قائمه بذاتها. احنا بني ادمين مش عربيات مش موديل بنصلحه. كل واحده وليها وضع معين وضع تشريح معين. هذه الفتحه انسب ليها وتسيب اقل علامه ممكنه. اوكي من ده العمليه بسيطه جدا. بنحقن بناخد السيكون ده كان زمان في اللي بيتحقن ومش عارف ايه دلوقتي خلاص بقى هو جاي جاهز بمقاسات معينه باشكال معينه. في اشكال كتير قوي للسيليكون. في الجراوند اللي هو مدور في حاجه اسمها الاناتوميكال اللي هو على شكل الشكل الطبيعي للثدي. فتحه صغيره اهو تحت الثدي بحطه فين؟ في كذا مكان بتحط فيه. لما تحت الثدي لما تحت العضله لما بين الاثنين احسن مكان ليه اللي تحت الثدي. اوكي برضو شوف انا كل الكلام ده قلتش جوه الصدر. انا قلت دايما تحت الصدر لما تحت العضله. ليه ما قلتش تحت الصدر؟ انا ماليش دعوه بالصدر. هترضعي طبيعي. الاحساس في الحلمه ده شيء مهم طبيعي. شكلك طبيعي. شكلك طبيعي يعني مش هحسه. يا جماعه تحسي ايه؟ تحسي ايه في ايه؟ الناس الشركات دي مش بتهجك. الشركات دي دافعه ملايين عشان تعمل البتاع ده. يعني الشركه اشهر شركه حاطه في الكروت انت عارف انا مش بتكلم عن ده اللي بيتحط تحت الثدي. نعرف الموبايلات انت عارف انا بس قبل ما انا اسف لقطع انت عارف احدى اعلانات النصب احدى اعلانات النصب كانت بتعلن لي حاجه كده الشفاط الثدي وحط صوت صوت السيليكون. انا نفسي اتهم عارف اللي هو بيقول لك على راي كان زمان الجمله الجميله بتاعت الزعيم العظيم السادات انا عايز احاكمهم بتهمه الغباء السياسي. انا عايز احاكم دول بتهمه الجهل والغباء في اللغه اللي هم مش عارفين انجليزي. ما هو كلام بالانجليزي. الصوره دي وريني الصوره. انا نفسي اشوف الصوره بالظبط. هي دي هي دي حاطين صوره السيليكون يقول لك ايه اصله كبر اهو كان هو مش فاهمين ان دي صوره السيليكون صوره الحشوه بالظبط. يخرب بيتهم ويقول لك بيجبر بالجهاز ده. حتى جهل وصل لمرحله هم جايبين صوره للسيليكون وحاطينه على انه هو ده صوره الجهاز ومكتوب عليه ده مكتوب عليه بالانجليزي سهم كده امبلانت. طب ماشي اوكي. والناس بتشتري الجهاز برضه ماشي. ما هو الناس ناس برضه امبلانت. العمليه دي بالظبط ساعه ساعه فروم اي تو زي يعني من الف لياء بتروح نفس اليوم. السيليكون بقى ده احطه ايه وشكله ايه احسه مش احسه الكلام ده كله. انا بس ليا معلومه مهمه جدا. الشركات اللي بتعمل الحاجات دي هم شركتين كبار في العالم. هم انضف شركتين زي نوعين من الموبايلات كده اشهر اتنين في العالم موجودين دلوقتي. انت اهم حاجه في ضمان اي موبايل العلبه بتاعته صح. بيقول لك حافظ على العلبه بتاعتك اللي فيها الضمان. انت بتاخد العلبه على سير النمبر بتاع كل ناحيه وجواها كارت فيه ضمان مدى الحياه ان لو حصل فيه حاجه تاخد 1.5 مليون يورو. انت عارف مليون ونص يورو يعني انت ماشي. ولم نسمع على فكره ان في حد خد 1.5 مليون يورو. لا مش حصلتش. ما سمعناش. اصل احنا مش هنهجك. لا اصل الحكايه دي مثلا كانت هتملى العالم يعني كانت هتبقى فضيحه بقى والناس كانت تتفرج. اصل الناس دي واثقه من نفسها. بيبقى حاجه اسمها هاي اصل هو كويسي في جل. هو كويسي في مش جل. هيفرقع لما يطلع الطبيعه مش هيفرقع لما تخبط مش هيفرقع. هيبقى شكله يطلع من هنا ويطلع من هنا يطلع من هنا هو حضرتك كيس مفتوح كيس فاضي. ايه اللي قالت لي اصل خايف يطلع من هنا ويطلع من هنا. يلف في جوانب الجسم ياخد ساعات بيبقى يزهق من الصدر يلف في الجسم كله وبعدين يرجع الصدر تاني. كان بيصيف حته ثانيه. والله سمعت الكلام ده والله العظيم سمعت. قلت له هيصيف يعني الله اسمع يقول لك هيسد التنفس هيسد التنفس. تيجي ست تقول لي انا مش عاوز احط سيليكون عاوز احط دهون. ماشي اوكي يا ريت نحط دهون ما عنديش مشاكل نحط دهون. ايه الفرق بينها؟ ما فيش فرق بينهم حاجه بس انت عندك دهون. غالبا السيدات البنات اللي هم عندهم مشكله في الثدي الصغير بيبقى عندهم مش مشكله دهون. ما عندهمش كميه دهون اللي هي نقدر نحقنها لان انا مش كل الدهون اللي بحقنها زي ما اتفقنا قبل كده مش هي كلها بتعيش. في دهون بتعيش وفي دهون بتمتصها الجسم فلازم عشان احقن 250 يفضل لازم احقن 500 عشان يفضل 250. اجيب 500 دي يعني هشفط لك عشان اطلع 500 اشفط لك لتر. اللتر بيطلع 500 و50 دي 250. اجيب ده من فين؟
حقن الدهون بيحصل اكتر مع السيدات صدغها كبير بس مش الوضع الطبيعي، بس عندهم كميه دهون بناخد الدهون وبنحقنها. يا جماعه باخده في اوضه العمليات وتحت مخدر موضعي، المخدر الموضوعي انت صحي، وبنحقن الدهون بطريقه معينه، بس الوضع ده غلط، احنا بنحقن الدهون وهي قاعده عشان ياخدوا كونتور وبتاع الثدي كويس، وبناخدها من الاقداف، ناخدها من الجناب ونعملها بروسيسنج ونحقن لها الدهون في الثدي. تكبير الثدي ضروره ان تخلي جسد المراه متناسق، تحافظ على عيله. ما هو ده جسد المراه طالما تناسق، طالما في المراه، اصل انا هقول لك على حاجه، العلاقه الزوجيه لازم يبقى فيها تفاهم في الحته دي، حته انه خلاص احنا اتجوزنا خلاص تحول هرمون، برضه بيحصل انه في تحول هرموني بيحصل بعد الجواز بالزبط. انا خايف اقوله لناس تزعل مني بس لازم اقوله، في فتره الحب وفتره الخطوبه اللي بيجمع الاثنين مع بعض فتره الحب الاول هرمون اسمه الدوبامين، ده اندورفين صح، ده حاجه كده بتخلي الانسان يحس بالسعاده، وده موجود ده بيطلع مع تناول المورفين والهيروين، يعني بالزبط. كان بالظبط انا لما بشوف الانسان اللي بحبها او اللي انا خطبها في الاول كاني بالظبط واخد جرعه من مخدرات حاجه كده مساعد، حلو كده بيفضل متخدر بعد يتجوز مع الجواز الهرمون ده بيقل بعد فتره مش بيقل بيقل شويه بيختفي احيانا، وبعدين بيستبدل ده بداله هرمون تاني اسمه اوكسيتوسين. الاوكسيتوسين ده هرمون الذي يجمع بين الام وابنها بالظبط، فبتتحول العلاقه من علاقه حب في اللي هو بقى ضربات القلب والفرحه باللقاء والى اخره الى موده اخرى اسمها زي موده الام وابنها. يا سلام. او موده الاب وبنته، يعني هي القصه تبقى تقلب بعد كده بالزبط. وده على فكره من اعجاز الطب في القران الكريم والسنه، ربنا سبحانه وتعالى جعل بينكم موده ورحمه، الواو عطف، واو عطف يقتضي التغاير، حرف عطف يقتضي التغاير، فيبقى الموده غير الرحمه، الموده هي الدوبامين والفرحه بيه، والرحمه هي الاوكسيتوسين. بس لا انا عايز اقول لحضرتك يعني انه لازم الراجل والست يبقوا متفاهمين انهم عايزين يعيشوا دايما في حاله الدوبامين. الست بدا جسمها يترهل وبدا جسمها يبقى بشهل، الراجل لازم يقف جنبها ويحبها ويقول لها يلا نعمل ويلا نرجع تاني زي ما كان جسمك حلو، ويتقبل رغبتها انها ترجع زي ما كانت. بص هو الراجل مش فكر في الكلمه دي، هو الفكره كلها عدم اهتمامك ان المراه تعمل يدل على اهتمامك بالست اللي معاك. واوحش حاجه توجع اي ست التجاهل وعدم الاهتمام. يعني انت لو عاوز تضايق واحده ست اعمل نفسك انها مش موجوده، ده بقى يموتها اسمع مني يموتها. فانت الاتي هي مش هتقول لك، هي هتحصل هتلاحظ ايه، ان انت قاعد بتتفرج على فيلم ولا اي حاجه، لا دي الممثله دي ايه اتغيرت كده ليه، مع اني ما قلتش اي منطقه اتغيرت، بس هي اترجمت عندها بصت على نفسها كده عجبك فيها ايه يعني، هي عجبني فيها ايه يعني، لا الجمله في جمله اشهر من كده هو بيعجبك الشكل فانت طول طبعا انت بتروح ردت ده على فكره لو ردت ده اشاء يعني مؤشر كويس، ان لو ما ردتش بقى اصبر على اللي هيحصل، هي يبقى في عاوزين مصاريف مش عارف ايه ومصاريف ايه ومش عارف ايه بايظ وايه اللي مش عارف ايه والكلام ده كله. قابل النكل قابل يا عم قابل يا عم فالنكل بيبقى ايه، وعلى فكره النكل انواع يعني، بس يعني لا ده في فنانات احنا وي ار انفنتورز نكت يعني السيدات المصريه عندهم قدره على اختراع النكد. لا في العالم كله السيده في العالم، لا اصل العالم كله مش يعني هتعمل سواء وافق او ما وافقش، هي دايما بيقول موافقه الزوج مهمه جدا عندنا. بس اوكي اعملها لها عشان الدنيا تهدى وتبقى الدنيا حلوه. احقن دهون او سيليكون على حسب وضع السيده، سيليكون بيفرقع ولا بيعمل كانسر، كنت بحطه للناس اللي بيشيلوا سيدهم عشان كانسر، يعمل كانسر ايه؟ ولا هيطلع من الناحيه دي ولا يسرح في جسمي يلف لفه يصيف في حته ثانيه وبعدين يرجع ثاني في الشتاء في صدرك؟ مفيش الكلام ده خالص. السيليكون امن بشرط ان النوع يبقى نظيف. طيب. وخد العلبه والضمان. التكبير والرفع. التكبير والرفع بقى. التكبير والرفع الاتي، لاقي صدرها وقع. ده كتير قوي. ده كتير قوي. بس مش بادي يعني ايه وقع؟ مش بادي من اربع صوابع وفاضي من فوق. ده اسمه التكبير، هو شفت الفرق بين عيون الترقوه والصدر. بس الستات في مصر كتير قوي عندها الحاله دي. والله دي حاله كويسه. لا دي حاله برضو بس كتير في اسوء من كده. في اسوء من كده. من قيس يعني ايه ارفع؟ هذه العمليات عشان ارفع صدري، احنا عندنا درجات من الرفع، في درجه 1 2 3 4.
وتبقى شكل الامبرانت ايه. معنى كلمه ان تجاهل ان في جلد زياده يبقى لازم اشيل الجلد الزياده. يا نهار ابيض، ده انت بتشيل جلد من حوالين الحلمه وبتشيل جلد وصدر هيبقى مشوه ومش عارف ايه. يا بنت اهدي، الكلام ده مش بيحصل. يعني بشيل الجلد ده خلاص لتجاهل اللي عمره ما هيرجع، رجع الوضع الطبيعي. كل الجروح اللي انت شايفاها دي مش هتسيب لها اثر خالص. ولازم احط دعامه. يعني ايه دعامه؟ حاجه قويه تحافظ على الصدر في مكانه الطبيعي، ما ينزلش تاني. ترجع تاني لنفس الكلام، حاجه قويه. يعني الراجل جوزي لما يجي هتقول لك ما هيحس بالحاجه القويه دي، هو بيحضن ايه بقى؟ تبقى قابليني افروديت. مش افروديت، حاجه قويه دي حاجه قصدي سوليد. بس ملمس. ملمس ملمس ايه؟ ملمس ثدي. ملمس اللي هو السيليكون. السيليكون بتاعنا. يا باشا ما يتعرفش والله العظيم. صدقا بالله، لا اله الا الله، والله العظيم والله العظيم. واحده ست مش بغلط، جات لي 8 شهور عملت لها عمليه رفع وحط السيليكون، وجوزها بيشتغل يعني تاجر بيسافر كذا حته. يعني رجع جوزها، انت عملت عمليه ايه؟ حقن دون. واستمرين على حقن، هي قايله له حقن دون ده بقى لنا قد ايه؟ 6 شهور 7 شهور. لقيتها مع الست بعد من 2 3 اسبوع جايه لي العياده، جايبه لي هديه حلوه جدا وات ايفر هي. قالت على فكره دي مش بتاعتي، بتاعت جوزي. قالت لي ضحكت عليه. قلت له ايه؟ قال لي انت حطيت لي سيليكون. انا كنت قايل فاهم ان هو ايه؟ حقن دون. اها. بقول لك ده حصل والله العظيم حصل. هو ما عرفش يميز بين الاثنين. ما ينفعش. ما يعرفش. هو بس الشكل بيبقى عارف انه كبر. لكن كبر ازاي هو؟ طب ودي حصلت مش مره واحده في العيله ولا مرتين. يعني انا عملت واحده غلطه كبيره ورفع، خصوصا بقى لستات في ظهرت عملت زي ما انت يعني عملت مهمه جدا اللي حضرتك بتنشرها اللي هي عملت التكميم والتلبيس وتحول المسار والكلام ده كله لاوزان الكتيره دي. فده بيحصل لهم تجاهل في الثدي. هم بيجوا لي بعد عمليه تجاهلات بيبقى مزاجها وحش. بنرفع ونكبر والله العظيم بترجع بيوت. والمصحف انا بحب المصحف، يعني احنا داخلين على ايام، احنا في شهر شعبان داخلين على والله العظيم بتصلح بيوت. انا عارف. لا وبعدين اليومين دول بالذات على فكره في خطر على البيوت المصريه كتير. انت كل ما الميديا بتزيد كل ما الخطر بيزيد. لا كل ما يعني حاجات كتيره بتزيد، حاجات كتيره. ابراز نماذج غير مناسبه للشباب الصغير، تشجيع الشباب الصغير على الاستقلال حياته بعيد عن رقابه ابويه، انتفاع البنات لعلاقات غير محسوبه مع الناس متجوزه، كل ده بيؤدي الى هدم بيوت مصر. بس برضه تحط نفسك في كلمه، ليه انا عندي حاجه اصلح؟ ليه ما اعملهاش؟ طيب نيجي بقى على الجزء الاولى. انا عايز اقول في حته كده عشان احنا دايما بنظلمها. يا عيني السادي الكبير عايزين نسخره. بص السادي الكبير لو كانت عندي في انجلترا وفي امريكا ده بيعتمد، ده بيتعمل تبع التامين. لان هو ليس عمليه تجميليه، عمليه صحيه. يعني ايه عمليه صحيه؟ الست دي بتعاني. اول حاجه سيبك من المنظر، انا بتكلم عن المنظر ده يعني ملوش علاقه. طبعا ده من صدر كبير، ده صدر كويس. انا بتكلم على مقاسات من التقوى للحلمه 50 سنتي. انا يعني 50 سنتي و50 سنتي لو حطهم جنب بعض يعملوا ولد. كويس. هذه السيده عندها مش عارفه تاكل، مش عارفه تاخد نفسها سوريا، انا اسف، نفس تيجي تنام مش عارفه تنام، بتنام على مخدتين علينا عشان الصدر يعني سايد على رقبتها على صدرها. انزلاق غضروفي في الرقبه، لان بص هات الدمبلز الحديد وعاملهم بخيط وعلقهم على رقبتك. يا لهوي. وامشي بيهم. يا لهوي. وامشي بيهم. او انت نايم كده هاتهم وحطهم على صدرك. بلاش سيبك صدرك اهو، هتنام على مخدتين. لا 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 جرب، خليهم يجربوا الحركه دي. وهو نايم كده يجيب الدمبلز اللي بيتدرب بيهم ويحطهم كده على صدره ويسيبهم شويه. او تعلمهم على وياخد نفسه بقى. او يتعلق على كتفك 24 ساعه، يتعلق على رقبتك 24 ساعه. شوف رقبتك 15 سنه، 10 سنين، 15 سنه. كويس. يعني الناس دي غير بقى. هقول لك بقى المعلومه الجديده. قسم الصدر بالطول في جزء خارجي وجزء داخلي. دايما دايما الجزء الخارجي هو اللي بيبقى كتير. ولو اي ست شافت نفسها عندها صدر كبير هتشوف الكلام ده. الجزء الخارجي ده هو نسبه حدوث الكانسر فيه عاليه. ودايما احنا بنشيل الجزء الخارجي ده بنحافظ دايما على الجزء الداخلي عشان ده اللي بيدي الشكل الدوراني للثدي. طب بتعمل عمليه ازاي؟ عمليه بتروح نفس اليوم. جرح بيبقى حوالين الحلمه، جرح طول، جرح بالعرض. ما تخافيش من الجروح، الجروح بتختفي. طب ممكن يكبر تاني؟ صعب يكبر تاني. ودايما بسال ست سؤال مهم جدا، هل صدر كبير من وقت البلوغ؟ يعني انت بينك وبين زمايلك
سيدي الكبير من وقت البلوغ؟ هتقول لي لو قالت لي اه ما كان لما عمل عمليه مشوح. لو قلت في حصل تغيرات ده بيبقى ليها انفستيجيشنز ثانيه او فحوصات ثانيه لازم اتاكد ان السيدة عندها مش هرمون عالي هرمون، لازم نظبط هرموناتنا قبل العمليه. انما اغلبيه السيدات بيبقى الصدر عمليه بسيطه، بنشيل جزء من الثدي بترجع خروج نفس اليوم، وضع الصدر بعد شهر شهرين بيبقى اماستر، بنسميه اماستر يعني حاجه فينس فينس واحده ثانيه خالص. طيب قبل ما نمشي بقى حته برضو مهمه قوي، رجاله كتير عندها تسدي ومتردده انها تعمل العمليه دي. بص الراجل زي الست هو عاوز يعمل عمليه بدون اي جروح، بنفتح فتحه صغيره تحت الحلبه بنشفط منها الدهون كلها، ولو في جزء الديسك اللي هي غدد اللمنيه المتضخمه كويس بنشيلها. دلوقتي ساعات بنكسر هذه الغدد اللبنيه بالشفط بالليزر او بالفيزر وندي رسمه البنش، يعني ممكن نرسم البنش رسمه العضله نفسها. وساعات بيبقى دهون بس نشيل الدهون بس، ساعات بيبقى غدد اللبنيه بس نشيل غدد اللبنيه بس. اهم حاجه ده كله ان ما يبانش ان انت عامل عمليه خالص. الراجل ده مش تسدي يعني، ده يعني على خفيف شويه، ده اسمه درجه واحد يعني، ما كملش درجه واحد يعني اقل من درجه واحد. فتحه جوه الحلمه بنروح شافط منها الدهون بمنتهى السهوله جدا كويس. لو كمان دي بقى ساعات بنستخدمها الفيزر عشان نحدد البنش كمان، وهو هيروح شايل الكتكوت اللي جوه الغدد اللبنيه المتضخمه، الراجل بيرجع فلات فلات يعني فلات فلات ومعاه رسمه البنش اللي هو ايه عايز يقدر ينزل البحر. عمليات رائعه جدا جدا رائعه جدا جدا من العمليات المطلوبه جدا، لانه الراجل مش هيتقبل انه شكله يكون شكله وان اور سيرجي يعني هي ساعه واحده بيروح بعديها على طول خلصت. الدكتور حاتم صحار كان ضيفي العزيز، ولكن الدكتور مستمر. أرجوكم ابقوا معنا.